بينما تتصارع الأحداث على أرض غزة وتزداد فرص انفجار ساحة رفح. يطفو الحديث على السطح عن وساطة مصرية خلال الساعات الـ 24 ساعة المقبلة. هذه الوساطة ينظر إليها على أنها قد تشكل حالة الإنقاذ من الغرق الذي وصلت إليه مراحل التفاوض بين إسرائيل وحماس في الطريق الطويل والشاق إلى محطة الهدنة لو وصلنا لها، خاصة بعد تراجع الدور القطري عقب محاولات عدة لإنجاح ورق التفاوض يتوافق عليها طرف أسرع. الحديث عن وساطة مصرية بيثير عدة أسئلة، أهمها هل تنجح مصر في الوصول إلى هدنة سريعة رغم تعقيدات الموقف الحالي، وهل تحمل مصر في ورقة التفاوض بتاعتها درجة حد أدنى من التوافق ما بين حماس وإسرائيل، مدى قبول الطرفين لهذه الورقة. سعدني أن يكون معي من القاهرة واحد من أساتذتي الكبار الأستاذ الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ المصري. دكتور عبد المنعم مساء الخير على حضرتك، وأبدأ بأول سؤال، هل مصر عندها ورقة تفاوض مش هقول متوافق عليها بس يمكن البناء عليها حتى مع بعض التعديلات من الطرفين؟ فضل فن ولا مساء الخير يا دكتور معتز. أنا سعيد بالمقدمة اللي أنت عملتها، وأنا هحاول إن أنا أكون في يعني العتبة الخمسة يعني. لا 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 يا فندم، حضرتك كده أصلا يعني. من غير لا لا يا فندم، حضرتك من أساتذتنا بالعكس، ده أنا نفسي الناس اللي تحت يدوا فرصة للناس اللي زي حضرتك. إحنا يعني بنتكلم يعني أرجع للموضوع الأصلي عشان بس الوقت اللي أنت طبعا مديهولي. هي القضية كالتالي، يعني لا إحنا في عملية تفاوض جارية من بقالها مدة طويلة يعني. أقدر أقول لك ما أستشفه أنا ما هي الاستراتيجية المصرية. اتفضل. الاستراتيجية المصرية في جميع المفاوضات السابقة هي تحاول أن تجمع ما بين الطلب الكبير من جانب حماس، وفي الحقيقة من جانب العالم أيضا، وهو مسألة وقف إطلاق النار، إن الحرب يعني يحدث لها سكون ثم بعد ذلك نتحدث. الطلب الإسرائيلي في المقابل هو مسألة عودة أولا عودة موضوع الرهائن، إلى جانب أن يعني ألا تكون غزة مصدر تهديد مرة أخرى إلى إسرائيل. دول طلبين ليس من السهل أنك أنت تبحث يعني أو تجد التقاء مباشر بينهم. اللي أنا شايفه من أو استشفه من الأقوال المصرية هي أن مصر تحاول أنها تعطي لكل طرف بعضا مما يقول بشكل معقول، بمعنى أنها بتعطي الحماس هدنة طويلة نسبيا. يعني قيل قبل الأول يعني تعرف حصلت هدنة بالفعل لمدة أسبوع، فكان الكلام أنها نعمل هدنة لمدة 5 أسابيع. في بعض الكلام، وأنا بقول هنا بعض الكلام يعني معنى ليس موثقا ولا يعني محدش قاله لي، إنما ما ذكر في مصادر شتى إن مصر تتحدث عن عملية تكون طويلة ويمكن أن تمتد إلى عام من وقف إطلاق النار، اللي هو طلب أساسي لحماس والمجتمع الدولي وإحنا، علشان تستطيع أن تقوم بأعمال الإغاثة، أن تقوم بأعمال التفكير في الموضوع نفسه. الجانب الإسرائيلي يعني تعطى يعني كتلة كبيرة من الرهائن، وإنه يبتدي بقى يعني نوع من في خبرة كبيرة موجودة عبر يعني منذ حرب 73 حتى النهاردة في كيفية أنك أنت تعمل وسائل لضبط التسلح، ضبط الضمانات معينة علشان لا يحدث احتكاك إذا كانت هناك تدخلات عسكرية من طرف ضد الآخر. يبقى في طرف ثالث، يعني يبقى في نوع من الرقابه والتحكيم اذا جاز التعبير. طب دكتور عبد المنعم، معلش انا في حاجه يعني طرأت الى ذهني لما شفت صوره نتنياهو اثناء ما حضرتك بتتكلم. هو نتنياهو اصلا عايز هدنه او وقف اطلاق نار، ولا هو خلاص هو مصلحته الشخصيه ومصلحه حزبه، عارف اللي هي البنيه الداخليه لاحد الطرفين، عايز حرب حرب حرب؟ يعني هو يعني برضو هرجع لكلامك الأولاني حوالين موضوع الحوار، مهم جدا، لأن أحيانا كثيرا في التفكير العربي
نقول هو عايز سلام، وممكن تجيب 10 عبارات يقول ان هو مش عايز سلام، وبالتالي يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ يعني صحيح. اذا استخدمنا حاجات عربية بنخلي الدومينو يقفل، يعني لو انت قفلت صحيح. الدومينو مش هتستمر في الكلام. فهنا لا، هي في الحقيقة ان بنبص لنتنياهو له كلام طبعا لازم ناخده في الاعتبار، لكن ايضا انه سياسي، وطالما انه سياسي وسياسي محنك، ده موجود من سنة 96 في السلطة الإسرائيلية أيوة. ان اند اوت، يعني في المرحلة أيوة. الأخيرة بقى له مدة كبيرة، في تأثيرات. هو زيه زي بيجن قبل كده، زي رابين، زي آخرين، ازاي مجموعة المحركات اللي بتدفع الأطراف إنها يعني تهدى وتفكر وتلاقي مصلحتها. ازاي هنا بقى يعني دايما احنا بنتصور ان الجانب الاخر هناك عداله واضحه وعليه ان هو يحقق هذه العداله، والا فان الحرب مستمره. اذا عملت كده انتهى الموضوع ويستمر يعني الصراع قائما. نعم. اما اذا كان هدفك هو انك تنقذ غزه وان تبقيها محرره، إذن فلديك مجموعة أدوات، منها المجتمع الدولي حتى بما فيه الولايات المتحدة. هقول لك أكتر ولا أستبعد إطلاقا إن بلينكين لما كان في الصين جزء من الأمور اللي تحدث فيها، يا جماعة كلموا الإيرانيين يهدوا شوية، لأن دول عنصر من عناصر الاشتعال في المنطقة. طبعا في الكلام إنه في دول عربية ذات اتصال مع إسرائيل، الناس سواء اللي عندهم سلام زينا وزي الأردن، أو اللي عندهم السلام الإبراهيمي زي الإخوة في الإمارات وآخرين، بتستعين إنك أنت إزاي تعمل زي ما يقولوا إيه، كونديشنينج كده، قولبة للطرف الآخر إن هو ليس مقبل على عملية انهيار أو تهديد، وإنما هو مقبل إن عملية إنها تحقق له يعني بعضا من المطالب اللي هو طب دكتور عبد المنعم، عايزها. انا فهمت الجزء ده، وهو انه احنا مطالبين مش ان احنا ناخد كلام نتنياهو كما لو انه قول فاصل، وانما ان احنا نحاول نأثر حتى في طريقه تفكيره وفي كلامه. لكن كمان دكتور عبد المنعم، الكلام دلوقتي بقى بيقول ان الوقت حرج للغايه، كما لو انه اسرائيل هتحارب بكره، وان هذه هي الفرصه الاخيره اللي هي مصر، يعني ما تفعله مصر وما تقدمه مصر من مبادرات. التفكير ان احنا لازم نرجع للزمن، نعمل تايم لاين كده، امتى بدأ نتنياهو يتكلم عن الوصول الى رفح ويقول اسبابه انه في 4 كتائب حماسيه صحيح. يعني حمساويه موجوده في رفح، بقى له اكتر من شهر او اكتر وما عملش الحكايه. ايه اللي خلاه معطله الحكايه دي؟ ده هو على بعد، قواته على بعد كيلومترات من رفح، من غزه، من غزه كلها، وبعد ما يخش في غزه من رفح. ايوه يعني هنا هو حتى يعني خد الألوية طلعها بره، بعدين دخلها، وبعدين طلعها بره تاني، دخل أجزاء منها. فالموضوع مش بعيد، احنا بنتكلم على يعني أقل من ساعة في أي أبعد نقطة موجودة في غزة، بينما رفح نفسها أقرب من كده بكثير. وما عملش، هو قاعد يخطط، وبعدين الأمريكان يتدخلوا، طب نعمل معاكوا إزاي؟ يبقى نعمل حلول إنسانية للناس اللي موجودة. في الأول قال لك أنا ماليش دعوة، يعني في الأول كانت قضية الحلول الإنسانية دي تخش تقصفها وتبين كده للناس إنه في جبروت إسرائيلي، والإسرائيليين عندهم إنه دي الطريقة الوحيدة إنك أنت بتعمل ردع تاني، بترجعه الخوف، إنك تخلق ريبوندرنس أو قوة كبيرة جدا وعنيفة جدا فتخوف الناس. لا، ما عملهاش، ما دخلش يضرب دلوقتي بنفس الطريقة تاني، جايز يعملها تاني بعدين إذا اتقتل حد. في يعني إحنا إذا عملية الحرب عملية ديناميكية جدا، والمتغيرات فيها كثيرة، لكن أنا اللي عايز أقول لك برضو، المدربون على السلام وعلى الكلام وعندهم خبرة في هذا الأمر، بصراحة شديدة جدا أنا بقول إن مصر منهم. ما فعلته إسرائيل حتى الآن أدى لاستعادة الردع زي ما حضرتك كنت بتقول، يعني زي ما حصل مع حسن نصر الله، قال أنا لو كنت أعرف إن أنا لما أخد الجنديين الإسرائيليين كان هيحصل كل ده في لبنان أنا ما كنت أقدمت على هذا، فده ردع. هل نجحت إسرائيل في تعمل حاجة شبه ده في غزة؟ حتى الآن لا، ولا أعتقد أنها هتحصل عليه، لأن حجم الجريمة كبير،
ويعني انا لا استبعد اطلاقا انه يعني انت عارف احنا العرب دايما في بدايه الازمه دي نتكلم اين المجتمع الدولي وكده. دلوقتي المجتمع الدولي سابق الحكومات. يعني ما يحدث في الولايات المتحده الامريكيه يعني الجامعات اللي احنا عرفناها انا وانت هناك في امريكا كلها فيها حاله ما شفناهاش واحنا موجودين واحنا طلبه هناك بهذا القدر. ده جه من إن؟ جه من وسائل التواصل الاجتماعي، جه من العولمه، جه من المعرفه المباشره انه احنا جيلنا شاف العالم يغضب ايام حرب فيتنام. لا يعني ثورة الطلبة سنة 68 وكان سببها حرب فيتنام. نعم. وكان لسه التلفزيون والمعرفة والحاجات دي لسه في أولها يعني. نعم. دلوقتي لا، الناس تشوف الـ 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 الأطفال الجعانين والكمان اللي لسه مولودين اللي موجودين في حضانات مش لاقيين أكسجين. الأسرى اللي بياخدوهم الإسرائيليين ويخلوهم عرايا ويمشوهم في الشارع. في كتير من الأحيال بلاقي كتير، وأقولها بصراحة يعني، إنه بعض التطبيقات اللي عملتها النازية في اليهود في سيكونسينج، في تتالي لها موجود على الأرض، في على أرض غزة. يعني موضوع انك تجوع الناس، وموضوع انك تمشيهم عرايا، وموضوع انك انت ما تخليش ده استنساخ من التجربه النازيه مع الاسف الشديد. استنساخ يعني. نعم. في في تدريب حصل سيء جدا، طبعا الاسرائيليين بيزعلوا جدا من هذا التشبيه، انما مسيرنا دي وقائع. دي مش احنا مش قصدنا ان احنا نبقى ضد اليهود، احنا ما عندناش مشكله مع اليهوديه ولا مع الساميه، لكن احنا مشكلتنا مع انه اللي حصل هنا بنشوف صور شبهه بالظبط حصلت هنا. كل الشكر للدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ المصري، كل الشكر لحضرتك يا دكتور.